كبير بنات سعاد هو عمل اخراج الصادق حلواس تمثيل نعيم مجاني لبنى سديري اميمه بن حفصيه باش نحكيو اكثر على العمل فرحان برشا اللي معايا الممثله الكبيره نعيم مجاني اهلا وسهلا ومرحبا بك عسلامة مرحبا بيولتين مرحبا بكل المستمعين مرحبا بك مدام نعيمة شنحوالك؟ يعيشك شكرا شكرا يعيشك يعيشك يا ربي قالوا لي توا في بحجر تحضر اي ربي معك احنا في بحجر ليلة عنا عرض عنا الاختتام مهرجان بحجر قاعدين ان شاء الله توا معنا يستقبلونا جماعة المهرجان وكل وان شاء الله باش نعملوا العرض يبدا مع العشرة الحقيقة تبارك الله تقصوا برشا برشا تفكر حتى لتوا احنا فرحانين ان شاء الله اليوم باش يكون لنا جمهور كبير في بحجر ان شاء الله بالتوفيق مدام نعيمة مسرحية بنات سعاد مسرحية عائلية بامتياز حسب ما تحكي لي اي فما نقد في العمل اما مش سياسي فما نقد اجتماعي هكا ولا اكيد هي تحكي على التنمر أم تحب تعاود حياتها لكن بسرقة على بناتها خطر خايفة منهم هي معناها توفى زوجها وعلى البنات واحدة تزوجت والأخرى ما تزوجتش جملة دونك أختها ديما الأخرى تنبر عليها وتولي واللي معرفة تتعارك هي ورجلها وترجع للدار وتصير تتطور الاحداث انا مادابيا نحب نخلي الناس تجي تتفرج باش يصير الكونفلي بينهم وبين امهم بينهم وبين بعضهم هما زوج بينهم هما ثلاثة تبقى بيناتهم برشا محبة على قد ما عندهم اختلاف على قد ما يحبوا بعضهم وتتطور الاحداث وتكون النهاية في الاخر نهاية معناها غير متوقعة جملة وهي معناها هي لما فيها برشا ضحك المسرحية وبرشا ضمار مزادة فيها مغزى معناها اللي يدخل في ميساج ولا يخرج فيها ميساج أكيد أنا ديما أنا وصادق ومن الجروب بتاعنا متاع اللي عملنا مع المسرح النوع متاع المسرح هذايا الفودفيل نحبوا فما الضحكة لكم ينطون فما ميساج باش ما يخرجش واحد يجي معناها يضحك ويروح الضحك لغاية الضحك لا لغاية الضحك لا فما ضحك فما ميساج نعديوها انك تخرج مسرحية تحصل لك معناها بكود ميساج معناها يوصلوا لك نعيمة علاش اخترتوا ميمة معاك؟ والله ما اخترتهاش انا اختارها صادق المخرج كيف هو اللي اختار لبنى على خاطر لاصقه الاتيكيت تاع بنت نعيمه تخدم في بنتها وتخدم معها بنتها تاع العباد ديما لازم تنبر التنمر لابد منه خاص تقولوا لي حبوا شحال في بخية يا اخي مثلا اميمه تخدم حجامه ولا طبيبه ولا فلاحه ولا هي ممثله اميمه يعني بالاساس خدمتها ماهوش غريبه انها تكون معايا شو فينو العيب أن تكون معايا معناها لا ما في حتى عيب هي صفتها ممثله معناها ماهيش هجينه على المهنه انت علاش ما مشيتش في اللي وان مان شو نعرف اللي المسرحيات الكل تو ماشيين في التوجه هذا علاش ما حبيتش تجرب؟ نحب مسرح يبدا ثم نبداو جروب كامله حلو نحب انت تحب مياله للوان مان شو رغم اني نحترم كل واحد يعمل وان مان شو هو صعيب برشا ماهوش ساهل ما هو سهل باش واحد يعمل مسرحيه واحد وراه. وانت فنانه كبيره معناها ما نصورش كان صعيب عليك انت شكون سهل. تبدا مسرحيه كما نعرف انا معناها مسرحيه مكتوبه بالكدا فيها اخراج فيها صعيب برشا. خاطر باش واحد يقعد ساعتين على الركح وحده راهو انا يظهر حاجه صعيبه برشا دوك ما نجمهاش بالنسبه لي انا جو بريفير نتخير انه نكونوا ثلاثه ولا اربعه ولا حتى خمسه ولا سته على الركح.